كاسترد الشوكولاتة. ومقادير الكاسترد: 1 كوب شوكولاتة، 2 كوب كريمة، 6 صفار بيض، نص كوب سكر، 1 معلقة صغيرة ملح، و1 معلقة كبيرة زبدة. هنحط الكريمة على النار وهنضرب صفار البيض مع السكر ونحط معهم الملح وهنحط الزبدة والشوكولاتة في البول اللي هنطلع فيه الكريم انجليز. الكريمة ابتدت تغلي، هنحط نصها فوق خليط البيض والسكر وبعدين هنرجعهم تاني على النار وهنطبخهم لدرجة حرارة 85. كده الكريم انجليز جاهز، هنحطه فوق الشوكولاتة والزبدة وهنقلبهم كلهم مع بعض لحد الشوكولاتة والزبدة ما يدوبوا في الكريم انجليز. وبكده كاسترد الشوكولاتة جاهز. هنجيب قالب السوفلي وهنحط فيه الشوكولاتة، طبعا هننضفه وبعد كده هنسيبه لما يوصل لدرجة حرارة الغرفة وبعدين هندخله التلاجة علشان يمسك. وده هيكون شكل بودينج الشوكولاتة أو كاسترد الشوكولاتة وهنقدمه مع توت